سيداتي سادتي أسعد الله مساءكم. سيداتي سادتي سوف نستضيف اليوم في برنامجنا المحلل العاطفي والفني الكبير الموهبة الجديدة التي تم اكتشافها، إنه خالد الشويكة. تفضل سيد خالد، تفضل تفضل بالجلوس. ثانك يو فيري ماتش. اهلا وسهلا سيد خالد، اهلا وسهلا، تفضل تفضل. الله يسعدك، الله يخليك، الله يرضى عليك سيد خالد. نحن نعرف ان وقتك الثمين من ذهب، ونحن نقدر جهودك واستطاعتك بالقدوم الى برنامجنا. سيد خالد، الله يرضى عليك، نريد استشاره عاطفيه منك. تفضل. اسئله تطرحها جميع المشاهدين، يجب علينا ان نعرف ما هو تعريفك للحب، وما هي مواصفات الشخص الذي تحبه الفتاه؟ يعني خلينا نحكي بصراحه، يعني البنات بهالايام بتفرجوا على الجمال، قصدي على الشخصيه. الشخصيه صارت جزء من اجزاء الشاب. نعم سيد خالد، يعني اذا بتمتلك مصاري فشخصيتك كويسه، تمام. ما معك مصاري فشخصيتك تعبانه. يعني هل فتاة تحب الانسان الخروف سيد خالد؟ لا مش خروف، الاضحيه. الاضحيه، نعم. الاضحيه، نعم نعم سيد خالد. يعني مصطلح خروف مصطلح كثير بلدي، كثير بلدي، يعني مو جيد. اها، وهل يجب أن يمتلك السيارة سيد خالد؟ السيارة جزء من شخصيتك طبعاً. أنت شخصيتك متنقلة لترسل، أنت شخصيتك إرسالية فشخصيتك تنقلية، يعني نوع السيارة يحكم على شخصيتك الإيجابية. أكيد أكيد، كل ما كانت 2009 كل ما كانت شخصيتك أقوى. يعني أفضل، أفضل سيد خالد. طب سيد خالد، يعني هل تنصح الشباب التعرف على الفتيات وحبهم؟ والله أنا بنصح الشباب يتعرفوا على بنات، لكن بصراحة إذا ما معه سيارة ولا يملك نقود فضلوا بالبيت حسب يسلي الوالدة. يسلي الوالدة سيد خالد. يعني سيد خالد، حضرتك تعتقد أن الحب هو حب مادي فقط؟ مش حب مادي، أنت لما تمتلك شخصية وتعريف الشخصية أنا عرفته وقلت عنه، يعني نعم نعم، النقود والمال، فأنت تستاهل. يعني شو بهالكلمة، يعني البنت تطلع معك، يعني تطلع معك باص كوستر، يعني توقف معك باص. نعم نعم، يزبط هذا الحكي. وضحت وضحت الصوره. نعم سيد خالد. الان اعزائي المشاهدين، حضرتكم جمعت خالد قام بالاجابه على جميع الاسئله، ويقول لجميع الشباب الذين يرغبون في الحب، حضرتك يا سيدي الشاب اذا اردت ان تحب فتاه يجب عليك ان تمتلك سياره لامبورغيني او سياره موديل 2009، وان تكون خروفا، يا قصدي ان تكون وسيما، ثم ان شاء الله سوف تجد الانسان الذي تقدر جمالك وموهبتك وحبك. وشاكرين لك سيد خالد لجهودك وتعاونك معنا، ميرسي كثير للشباب، كثير، وان شاء الله خذونا على القناه ان شاء الله، لانه خلي بنات يطلبوا خدمتنا، لانه احنا لا نملك سياره ولا نملك اي شيء. افصلها.